ما كنتش مصدق خالص ان انا ممكن اتداول بحساب فيه راس مال كبير وانا اصلا مش معايا فلوس، لا وكمان اعمل ارباح واقدر اسحب الارباح دي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك الكلام ده بيتم عن طريق شركه ذا تريدنج بيت. دي شركه تمويل كبيره للمتداولين، وصاحبها هو صاحب شركه تيك ميد المعروفه. طب الموضوع بيتم ازاي؟ الموضوع بمنتهى البساطه ان انت بتدخل في الشركه دي، تسجل البيانات بتاعتك وتعمل اختبار برسوم بسيطه عشان يتاكدوا انك انت راجل شاطر وبتعرف تتداول، ومجرد ما بتعدي الاختبار ده بتبدا تاخد حساب فيه راس مال مش اقل من 10,000 دولار. تقدر انك انت تتداول وتحقق ارباح وتاخد نسبه من الارباح بتاعتك. وصحيح اول ما بتعدي المستوى الاول بتاخد ثمن الاختبار بتاعك تاني. والنقطه الاهم بقى انك كل ما بتعدي مستوى اكتر كل ما بتاخد حساب في راس مال اكبر. طب استفاد بالكلام ده ازاي؟ ادخل عندي في الوصف هتلاقيني حاطط لك لينك، ادخل سجل بياناتك، واول ما هتسجل هتلاقي في ناس بيتواصلوا معاك. مستقول لك ان الشركه دي الدعم بتاعها باللغه العربيه. وكمان حاول تلحق بسرعة الخصم اللي موجود على الاختبار دلوقتي بمناسبة العيد. معاكم أحمد حلمي المتداول مش الممثل.